نعم بارك الله فيك. نحن من الضيوف اللي قدمنا من المدينة المنورة. أنا بنبهك على مسألة الآن عند الناس عام على المستوى الرسمي والشعبي المدينة المنورة، وأنا لا أقول في هذا شيء، لكن أختار وصفا أحسن من هذا تشرف به المدينة أكثر، وهي المدينة النبوية. هذا الفخر. المدينة المنورة، كل بلد دخل الإسلام فهي منورة. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فمتى دخل هذا النور في أي بلد فهي منورة منورة. لكن المدينة النبوية من حصل؟ أي بلد نحصلها إلا مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت عبارة علمائنا وسلفنا على وجهين: إما المدينة فقط، وإما المدينة النبوية. فهمتم؟ هذا الموجود حتى بالقرآن: المدينة فقط. وهل يمكن أن نعظم المدينة أكثر من تعظيم الله لها؟ لا يمكن. إذن أنا أفضل ولا أمنع من المنورة، ولا تقولوا أنكم منعنا، أنا لا أمنع من المنورة لأن هذا المصطلح عليه الآن، لكن أفضل أن يقال إذا أردنا وصفها، زاد الله شرفا، إذا أردنا وصفها أن نقول المدينة النبوية، هذا هو الأحسن. تفهمتم وعرفتم منها؟ أولا هذا هو المتابعة لسلفنا، وثانيا إن أنا إذا قلنا المدينة المنورة صار هذا عام، كل مدينة دخل الإسلام فيها منورة، لكن المدينة النبوية خاص، ما يدخل فيها إلا المدينة التي سكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله وإياكم من أتباعه.